السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يوم السبت القادم ستكون واحد لقاء معكم على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى الويبينار اللي غادي يكون الموضوع ديالو حول الخطاب الأخير لجلالة الملك، والموضوع ديال هذا اللقاء هو المساهمة الجماعية لمواجهة الوباء تفعيلا للتوجيهات الملكية السديدة التي يتضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية. وعلاقة بالموضوع المشار إليه الآن، وانطلاقا من واجبنا الوطني جميعا تفعيلا للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة نصره الله الذي أمر بتعبئة جماعية لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كورونا، خلال الخطاب الذي وجهه حفظه الله بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، كما هو الحال بالنسبة للخطبة الملكية الأخيرة والذي شدد من خلالها جلالة الملك أن النجاح لا يكون إلا جماعيا. فإنني أخبر الجميع أننا سننضم جميعا حول هذا الخطاب، وسنقدم ندوة تمزج بين الحضور والمساهمة عن بعد طبقا لشروط الوقاية، وذلك زوال يوم السبت 17 أكتوبر 2020 انطلاقا من الساعة الثالثة لإطلاق مبارة لمطاردة فيروس كوفيد 19 والمساهمة في التشخيص والتكفل المبكرين للحد من انتشار العدوى والرفع من درجات التحسيس والتوعية الموجهة للعموم. إن هذه الندوة التي ستعرف مشاركة أطباء وخبراء وممثلين عن الإدارة الترابية والصحافة والفن تهدف إلى تطويق ومحاصرة انتشار الفيروس من خلال الكشف عنه مبكرا وعلاج المريض بمسكنه، ونؤكد في مسكنه وفي بيته، للحيلولة دون تنقله ونشره للعدوى، ومتابعة وضعه الصحي بانتظام تفاديا للمضاعفات التي ترفع من عدد الحالات الحرجة والخطيرة والوفيات. هذه الندوة ستكون موجهة إلى شريحة واسعة وفئات عريضة من مجتمعنا، ونأمل أن الحضور للناس على طريق الفيسبوك واليوتيوب وكل وسائل الإعلام والصحفيين أن ينخرطوا في هذا البرنامج الذي يكون إلا مفيدا بأبعاده التوعية وفقا للتوجيهات الملكية الراشدة. وفي انتظار فإنني أطلب من الجميع أن يساهم في هذا اللقاء، لأن قد يكون عنده واحد الثقل كبير إن شاء الله. إذا عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.